معلوماتنا ماركه ودع اهلك لسه ما خلصتش، وبتاعت النهارده اجمد من كل اللي فات. اخطر مرض عبر العصور، بل ان خطورته تكمن انه مرض بيصيب كل البشر بدون اي استثناء على مدار حياتهم، اسمه السنس اوف بيلونجينج او الشعور بالانتماء. هو فعلا حاله نفسيه بيحط كل انسان فيها نفسه، وبيعتبر انتمائه لفئه معينه هي مقياس لنجاحه في الحياه او لقيمته في المجتمع. طبعا الموضوع ده بيكون اكبر كل ما الجهل والتخلف بينتشر في المجتمعات، لان الناس ما عندهاش انجازات على المستوى الشخصي وعاوزين يشبطوا في اي حاجه يعملوا بيها منظر لنفسهم. لكن عمرك ما تلاقي عالم مثلا ولا شخص مفكر او اي شخص ذو حيثيه يعرف الكوره دي مثلا مدوره ولا مربعه اساسا، لان عنده انجازاته الشخصيه اللي عامله له اكتفاء ذاتي داخلي، مش عاوز يكملها بانجازات وهميه خارجيه هو مش طرف فيها اساسا، بل انها مجرد اوهام هو عايش فيها. هو حقق النجاح الشخصي او البرايفت فيكتوري ولا فارق مع الحكايات التانية دي خالص. لكن الناس التانية اللي ما عندهاش نجاحات على المستوى الشخصي وما لهمش قيمه في المجتمع تقريبا، دول بقى بيدوروا على اي حد عمل نجاح وينطوا في الموضوع ويزيطوا مع الزيطه. انتوا فاهمين بقى كأن انه يعني طرف من اطراف النجاح ده. الاهالي للاسف بيزرعوها في اولادهم وهم صغيرين من غير قصد، لما بيقولوا لهم مثلا انت لازم تطلع دكتور او طيار او مهندس او قاضي، فبتلاقي الطفل لما يكبر عنده عقده وضغط نفسي مش عارف جايله منين، انه لو ما نجحش في الوصول للمهنه دي فهو كده فاشل وما نجحش في حياته، او يبقى عايز ياخد جنسيه دوله معينه ظنا منه ان ده هيخلي الناس تحترمه وهيبقى ذو قيمه مختلفه. ولو فكرنا فيها شويه هنعرف مدى سطحيه الفكره نفسها، انك مقتنع انك لو شايل جواز سفر تاني غير جواز سفر بلدك انت بقى بقيت قماشه تانيه خلاص، مفيش منك اتنين في بلدكم، وملكش دعوه بالبشر وعامه الناس اللي عندهم جنسيتك القديمه التعبانه دي. وده يدل على مدى تفاهته، لان الانسان المفروض هو اللي بيضيف لجواز السفر مش جواز السفر هو اللي بيضيف له. او مثلا رابط نفسه ومشاعره بفريق معين بيشجعه، لو كسب بيبقى سعيد ولو خسر بيبقى حزين ومتكدر، بالرغم انه لو ركز في الموضوع هيلاقي نفسه مش عارف اساسا هو بيشجع الفرقه دي ليه، او هم لو كسبوا ولا خسروا هو هيستفيد ايه او هيخسر ايه، لانه كده كده غالبا هو خسران وقته وعلاقاته مع الناس اللي بيشجعوا الفرقه الثانيه وحاجات كتير قوي. طبعا الموضوع ده بيقلب في بعض الاحيان ويوصل لمستوى التفاهه، بتلاقي الناس بتدور على مؤسسه ناجحه من وجهه نظرهم هم بس طبعا، ويحاولوا ينتموا ليها حتى بالكلام لاضافه شخصيه واهميه وهميه لنفسهم، وهو اساسا موضوع او نجاح انت مالكش دعوه بيه من قريب او بعيد. بس بتلاقي نفسك فخور جدا في وسط اصحابك على القهوه بالانجاز ده، توصل بيك لمرحله انك مش فاهم الحكايه بدات معاك منين، لانك اصبحت مسلوب الاراده وما تقدرش تتخلى عن الميزه الوهميه دي اللي اضفتها لشخصيتك وانت فاكر انها حاجه مهمه، وتطلع في الاخر حاجه تافهه جدا. للتبسيط العلمي، لو صنعت الحدث بنفسك هتحس باحساس تاني خالص، يعني اكيد ميسي ده عنده شعور تاني غير شخص بيشجع ميسي وهو قاعد على السرير. صدقت بقى انها ماركه تودع اهلك. استنوني في المعلومه الجايه. سلام.